787 مليون دولار حجم المبادلات التجارية سنة 2021 بين الجزائر ومصر، مبادلات يسعى البلدين للارتقاء بها خلال السنوات المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات السياسية والتاريخية عبر توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. إن مصر الشقيقة التي تربطنا بها علاقات تاريخية تعد من أهم شركاء الجزائر عربياً، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو حجم التبادل التجاري، ويبقى المجال مفتوحاً للشراكة أمام رجال الأعمال المصريين في كل القطاعات، وإن قانون الاستثمار الجديد سيفتح لهم آفاقاً جديدة ويمنحهم التسهيلات اللازمة، بما في ذلك الانتقال من الإنتاج إلى التصدير. وفي ضوء ما يحتاجه القطاع الخاص من تيسير حركة انسياب السلع وتدفقات رؤوس الأموال وحرية تحويل الفوائض، فقد تناقش المختصون في حكومتي البلدين حول كل الشواغل، وتوصلنا إلى تفاهمات لزيادة حجم التجارة بين بلدينا للمستوى الذي يتلائم مع الإمكانات الإنتاجية فيهما وحجم السوق الكبير في كل من مصر والجزائر. خلال أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري المصري الذي جمع رجال أعمال من البلدين على هامش الدورة 8 للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية، أبدى الجانبين تطلعاتهما لفتح آفاق جديدة للتعاون. إننا نأمل أن تنتج هذه الزيارة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب الجزائري في كافة المجالات، وعلى رأسها تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، مثل الصناعات الغذائية، صناعة الجلود والأغذية، صناعة النسيج والأخشاب وقطع الغيار. لا سبيل للدول العربية مع بعضها البعض سوى التكامل الاقتصادي والتكامل فيما بينهم من أجل رفعة شأن الدول العربية، والجزائر ومصر دول البوابة بتوعة أفريقيا. الجزائر بتطلع على أفريقيا من جهة ومصر من جهة الأخرى، فلو حصل تكامل بينهم وحصل تعاون بينهم، المنتجات المصرية الجزائرية هتغزو السوق الأفريقي، والسوق الأفريقي سوق كبير يتعدى المليار نسمة. ما كانش أحسن شركة كما الشركة مع الجار، لأنه نقص في المسافات، تبادل الخبرات، الخبرة المصرية اللي هما ما عندهمش بترول، دونك الخبرة تاعهم تكون أحسن تاعنا طبعا في مجالات سوختو كما المجال كما تاعنا احنا هي مجالات المستثمرات الفلاحية. لقاء يعد فرصة متميزة للجزائر ومصر للتعرف على المجالات المتاحة والفرص الواعدة للتعاون المشترك وتكوين شراكات تجارية واستثمارية تساهم في دعم اقتصاد البلدين.